فارجاس اندماج من فريق نوفارا ومحاولة للسيطرة من فيورنتينا وتمريرة أمامية خطيرة، تمريرة خطيرة وانفراد وانفراد والهدف الثاني. يا سلام على هذا الكلام، مونتيليفيو مونتيليفيو ريكاردو اللاعب الإيطالي الكبير يتألق يتجمل في كرة ولا أروع. ريكاردو مونتوليفيو هو الأفضل، كرة طبعا عملها نموذجية حرارية، يضع البطاقة الثانية في الدقيقة 41، يصنع الفارق ويزيد الفارق لصالح فيورنتينا، يصعب المهمة تماما تماما على فريق نوفارا في هذا اللقاء. مونتيليفيو مونتيليفيو ريكاردو صاحب القميص رقم 18، 26 عام هذا اللاعب، من عام 2005-2006 وهو في صفوف فريق فيورنتينا قادم من أتلانتا. يا سلام على الذكاء، يا سلام على اللمة، يا سلام على اللمحة، يا سلام على التصويبة والتمريرة، لن أقول تصويبة بل هي يعني كرة عملها تشيب كده جميلة تسفن شباك الحارس أوجاشاني ويتقدم ويزيد الفارق فيورنتينا بهدفين مقابل لا شيء. لاعب متميز تماما تماما تماما. مونتيليفيو يضع البطاقة الثانية في الدقيقة 41. 2-0 2 فيورنتينا لا شيء فريق نوفارا، والموقف يزداد صعوبة يا نوفارا، الموقف يزداد صعوبة طبعا. في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة يليد شيزينا، في المركز ال 19 12 نقطة ثم ليتشي 9 نقاط، يعني فرق القاع بالإضافة طبعا بولينيا 17 15 نقطة، كالياري 16